يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، فإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، فإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، فإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، ثم تقول: رب اغفر لي، فيقول الله قد فعلت، رب ارحمني، فيقول الله قد فعلت، رب ارزقني، فيقول الله قد فعلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اللي وحشني جدا جدا، اهلا بيكم معايا في قناة لمسة امل. راجعة لكم النهاردة بفيديو خفيف بس مفيد وهيعجبكم جدا. بمناسبة الحر وبنعمل عصاير كتير وبنحاول ان احنا كل مرة يكون الطعم مختلف عن المرة اللي قبلها من باب التغيير وعشان ما نملش كمان. راجعة لكم النهاردة بثلاث افكار متأكدة ان هم هيعجبوكم جدا. هنعمل مع بعض عصير الفراولة. عصير الفراولة بينضاف له حاجات كتير وناس كتير عملوه وجربوه بطرق كتير. انا جربت كل ده، راجعة لكم النهاردة بافضل ثلاث اطعمة لعصير الفراولة بعد خبرة السنين والتجارب الكتير. جربي طريقتي وانتي ضمناها 1000000%. يلا بينا نشوف بقى الطريقة بتاعتنا. نقول بسم الله. انا معايا هنا الفراولة دي اللي انا مخزناها، انا عاملة الكيس اللي هو يقضيني ان انا اعمله مرة. زي ما انتم شايفين معايا الفراولة بتاعتي كده يدوبك بدأت تفك من بعضها. دلوقتي هنجيب بقى معانا الشفشق بتاع الخلاط او الدورق بتاع الخلاط وهنبدأ نحط فيه المكونات بتاعتنا. هنفتح كيس الفراولة وهنبدأ نحط في الخلاط بتاعنا كمية الفراولة اللي تحبيها. واول طريقة معايا واول اضافة هتكون البنجر. دي بنجراية وسط انا خدتها سلقة على النار لمدة ربع ساعة وقشرتها وقطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين معايا كده. هضيفها للفراولة، خطيرة يا جماعة، مغذية جدا جدا وبتدي تقل ولون وطعم للفراولة خطير. ودلوقتي هضيف السكر، وطبعا السكر حسب الرغبة. وعشان الناس اللي ما بتحبش طعم البنجر هنحط نقطتين من الفانيليا السايلة، ولو عندك فانيليا بودر حط كيس. حاجة بسيطة بس كده بتخلي طعمها وريحتها حلوين جدا. ونضيف كمية المية بتاعتنا، وطبعا المية تكون ساقعة، بس خلي بالك ما تكتريش مية، يدوب كده تكون الفراولة بتاعتنا باينة معانا عشان ما تبقاش خفيفة معاكي. ودلوقتي هناخدها نضربها في الخلاط كويس جدا، ننعمها جدا جدا ونشوف عصيرنا مع بعض بعد ما نضرب. وادي اول طريقة معانا للفراولة بالبنجر زي ما انتم شايفين معايا كده، سهلة جدا والطعم لذيذ ومغذية جدا جدا. يلا بينا ندخل على الطريقة التانية، والاضافة التانية معانا هتكون ايه يا ترى؟ يلا بينا نشوف. ومعانا الفراولة بتاعتنا هننزل بيها برضو في شفشق الخلاط، وطبعا زي ما اتفقنا الكمية اللي تحبيها. وهنضيف السكر اللي هو حسب الرغبة، تحطي معلقتين تحطي ثلاثة على حسب الكمية وعلى حسب ما بتحبوا العصير بتاعكم مظبوط او سكره زيادة. والاضافة اللذيذة بتاعتنا النهاردة ايس كريم الفراولة. بودر ايس كريم الفراولة هناخد منه معلقتين على العصير بتاعنا، بيديله طعم خطير وريحة كأنك بتاكل ايس كريم او بتشربي الايس كريم. انا استخدمت النوع ده، طبعا انا فاتحاه وكنت مستعملاه بعمل منه عصير الفراولة كتير. هاخد منه معلقتين على الكمية اللي انا هعملها. لو انت هتملي شفشق الخلاط بتاعك كله تحطي 4 معالق. ادي معلقة وادي المعلقة التانية، وفضل شوية صغيرين في الكيس بقى هنزلهم وخلاص. بيديني طعم وريحة حلوين جدا جدا، من انجح الاطعمة اللي انا عملتها. ودلوقتي هزود برضو كمية المية اللي انا عايزاها، برضو ما نكترش. وعلى الخلاط على طول نضربه وننعمه جدا جدا، ونصب في الكاسات على طول زي ما انت شايفين كده. ده الطعم التاني معانا او الطريقة التانية لعصير الفراولة. وندخل مع بعض يلا على الطريقة التالتة، ونفس الحكاية هننزل بكمية الفراولة بتاعتنا والسكر. ومعايا الاضافة التالتة والاخيرة اللي هي اكتر حاجة قريبة لقلبي، الكريم شانتيه. كريم شانتيه على الفراولة عصير خطير يا جماعة، جربوا الفراولة بالاضافة دي هتعجبكم جدا جدا. انا هاخد منه معلقتين كبار على كمية الفراولة اللي انتوا شايفينها، اللي هي هتعملي كاسين كبار من عصير الفراولة. لو انتوا هتعملوا الشفشق كله ضيفي من 3 ل4 معالق من الكريم شانتيه.
وهنا انا ضفت المية الساقعة بتاعتي، وهاخد العصير بتاعي واضربه وانعمه جدا جدا في الخلاط. وادي العصير بتاعنا بقى جاهز معانا بالاضافة التالتة الجميلة. زي ما انتم شايفين قوامه خطير جدا يا جماعة، له فوم كده وريحته هايلة. وبكده بقى جاهز معانا العصير بتاعنا بإضافة الكريم شانتيه، وكمان اللي بالآيس كريم الفراولة، واللي بالبنجر. وزي ما انتم شايفين معايا كده كل إضافة لها قوام وشكل ولون غير التاني، التلاتة أجمل من بعض. بس أنا قلتلكوا على أكتر حاجة بحبها وقريبة لقلبي. مستنية رأيكم في التعليقات وتقولولي إيه أكتر إضافة بتحبوها، وجربوهم التلاتة يا جماعة هيعجبوكوا جدا جدا. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم وتكون استفدتوا منه. ومن دلوقتي للفيديو الجاي بتمنى لكم السعادة وراحة القلب وراحة البال، وأشوفكم في فيديو جديد، وبحبكم في الله.